شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. اكتبي قولي لهم ان احنا لازم نعرف عدد الفوق بالكامل قبل وصوله بمدة كافية علشان نستعد ونقدر. استني اكتبي يا استر مدموزيل مارسيل. انت بتدور على ايه ادون سامحون؟ كان في كارت هنا بتاع شركة. هتلاقيه في المحفظة، انت دايما تحتفظ بالكروت في المحفظة. اكتبي مدموزيل مورياك مارسيل 36 شارع ليون داسون باريس. انت قلتي هم كانوا عايزين ايه؟ بيقولوا مش قادرين يحددوا الفوق لدلوقتي لانه اكتبي شركة متعثرة في الاتفاق تخزوا اللازم. في بركية شفرية وصلت من باريس يا فندم. متشكر يا فندم. الشركة متعثرة في الاتفاق اتخذوا اللازم مارسيل مورياك. ايوه عزت، في طيران ايه بيروح مصر الليله دي؟ بتقوم الساعه كام الطياره دي؟ احجز لي مكان عليها. ايوه الليله يا عزت الليله. عشان كده جيت من روما لمصر يا مصطفى؟ بس في سببين تانيين يا فندم. ايه هم؟ السبب الاول هو اني فكرت ابعت برقيه ل 313 علشان نتقابل في روما، خصوصا ان بقى له اكتر من 5 شهور في تل ابيب من غير اي نوع من انواع الاتصال، ومتهيألي ده كتير. وبيتهيألي ان احنا كنا بنطمن عليه وانت عارف. ايوه بس ده ما يمنعش انه يحس ان احنا مش سايبينه. طب ايه السبب التاني؟ انا كنت اتفقت مع السيد محسن ممتاز انه يكون موجود في اول مقابله يخرج فيها 313 من اسرائيل. ستك عارف طبعا انه بيمثل قيمه كبيره جدا بالنسبه له. ايوه بس انت عارف محسن مشغول قد ايه في المانيا. انا فكرت قبل ما اجي اني اتصل بيه هناك اخد رايه واشوف امتى هيقدر يجيني روما، لكن قلت اتكلم مع سيادتك في الاول وعشان كده انا جيت. تفتكر يا مصطفى الجدع ده هيجي منه حاجه؟ لا، اقدر اقوله لحد دلوقتي انه اذا كان قدر يقعد المده دي في اسرائيل من غير مشاكل يبقى اكيد عنده استعداد، ثم ان الحمل كان رهيب عليه خلال المده اللي فاتت. ايه اللي يخليك تقول كده؟ لانه من يوم ما سافر تعمدنا اننا ما نتصلش بيه ونسيبه يواجه تجربته. حتى لما اخذ مكتب شركه السياحه في شارع يوشع بن نون وبعت لنا عنوانه في جواب عادي زي ما سيادتك عارف باسم مارسيل مورياك في باريس ما فكرناش نرد عليه. وبعدين كان المفروض انه ينتظر لحد ما نبعت احنا نطلبه، لكن وصول برقيه زي دي منه بياكد ان في حاجه خطيره عنده. تلاقيه عايز فلوس؟ لا ما اعتقدش. ليه؟ هو محسن مش كلمك عنه؟ انا اعرف عن 313 كل شيء وبالتحديد، وعارف كمان انه سافر في اخر يوليو وكان معاه فلوس كفايه. مش في احتمال يقول لك الشركه والتاسيس انت عارف النوعيه دي من الناس. لا ما اعتقدش ان 313 هيعمل كده. تلاقيه عايز يتفسح له يومين؟ اعتقد انه يستحق اجازه بعد كل اللي عمله لحد دلوقتي. انت راجع روما امتى؟ على طياره بكره الصبح الساعه 9 الى راحه اتينا، ومن هناك هتصرف. على العموم قبل ما توصل هنكون اتصلنا بمحسن عشان يكون عنده فكره لما تكلمه، وهناك تقدروا تتفقوا انتوا الاثنين على الموعد اللي يناسبكم.
اتأخرت ليه نينو؟ أنا قلت أجيب البريد بدل ما أنزل مشوار تاني. هو أدهم ظروف جوه؟ نزل مشوار ورجع بعد ساعة. سيجانا لوف شتريت، تأكد اني حريص على لقائك اكتر من حرصك على لقائي. في اي وقت تحدده وهتلاقي كميات ويسكي كافية جدا من نوع فاخر جدا كمان. اوكي، نبقى على تليفوني الاسبوع الجاي. شالوم. في حاجة يا مستر؟ الجواب ده وصل من باريس دلوقتي. دي مش قريتي؟ لان تعليماتك قد مسامحون ان الجوابات الخاصه بس هي اللي ما تتفتحش. طيب افتحي وشوفي فيه. مادموزيل مورياك بتقول انها هتناقش مع الشركه موضوع الفوق اللي هي بتشوف انه مش هيقل عن 80 سائح، وان ميعاد وصولهم هيكون يوم 16 الشهر اللي جاي على الاير فرانس، وان التنظيم 80 فوق. يبقى يوم 8 الشهر الجاي. يبقى الأسبوع الجاي. 15 5. طب وخمسة؟ نشيل منهم 3 يبقى 2. وبالشكل ده ممكن وجودك في باريس ومناقشتك مع مدير الشركة يزلل حاجات كتير. في حاجة تانية؟ بتقول إنها مشتاقة لك جدا، وإن باريس فيها مجموعة لطيفة من الأفلام الجديدة اللي لازم تشوفها. اوكي، احجزي لي تذكره باريس فيا روما يوم الثلاثاء الجاي، لاني بالمره عاوز انزل ايطاليا واشوف كام شركه اعمل معاهم محاولات. اسر، حاولي تطلعي لي اسماء شركات السياحه اللي في روما وباريس. متهيالي ان احنا لازم نقابل الناس دي ونتكلم معاهم. اوكي ادون سامحون. اسر. ايوه. ما تنسيش تديني الجواب قبل ما اسافر. متهيألي انه لازم يكون موجود معايا في باريس. حاجة تانية أدون سامحون؟ مالك يا استر؟ مين مارسيل مورياك دي؟ اري جواب تاني وانت تعرفي. أدون سامحون، أنا متأسفة إذا كنت. ولا حاجة يا استر، ولا حاجة. مالي يا استر؟ مفاتيح عربيتك. هتروحي فين في وقت زي ده؟ هوصل ادون سامحون المطار. مالك مونيكا؟ هو منتظر انك توصليه؟ لا. التذاكر معاكي ولا معاي؟ معاي. ليه هتروحي يا استر وفي تاكسيات في البلد؟ مش عارفه، عاوزه اوصله. اللي بتعمليه ده غلط. انا عارفه. بتعمليه ليه؟ لاني عاوزه اوصله، لازم اوصله.
بكر توف أدم سمحون. إستر أنا خفت ما تصحاش في معاد الطيارة. تفضلي. حضرت الشنطة؟ يعني تقريبا. شربت القهوة؟ أدم سامحوني أرجوني. إيه رأيك لو أخدنا القهوة في المطار سوا؟ أنا معايا عربية. تاكسي؟ لا عربية مونيكا. مش قادرة. وإلياه وجادوسكي؟ أدم سامحون أنا طول ما احنا مع بعضينا لوحدنا مفيش أدم سامحون. في ديفيد. ديفيد بس. ديفيد أنا بحبك. انت اتكلمت مع السيد سلطان يا محسن؟ ما انا قلت لك ان انا اقعد معاه قبل ما امشي. في حاجه مصطفى؟ مش عارف. تالي كده انه مش مقتنع برأفت. انت مقتنع بيه؟ ايه الكلام ده؟ ما تنساش انك انت اللي لا انا مختلف. انا اللي علمته ودربته وعشرته وعرفت نقط ضعفه ونقط قوته وعيوبه وحسناته. بلاش شيلة بالشكل ده باشا. ايوه انت لو سمعت رايه في رأفت هجيلك نفس الاحساس. نعم على العموم دي وجهة نظر. ايوه بس دي عمليه تمت بالفعل وتجربه لازم تكمل. مظبوط يا درش. تفتكر لو حد غيري هو اللي عمل سبوتنج على رأفت وشافه في الظروف اللي انا شفته فيها وبالشكل اللي انا شفته عليه تفتكر كان اقتنع بيه واسند له مهمه خطيره زي دي؟ ومع ذلك رغم ان الامل كبير وعظيم في رأفت لكن المشكله هو هيقدر يستمر ولا لا؟ هيكون عنده حسن الظن بيه ولا هيخيب امل مصر فيه؟ كل ده في علم الغيب يا مصطفى. علشان كده لازم الامور تبقى واضحه. مصر مش في احتمال اني انا كمان اتنقل. شيء طبيعي ما انا اتنقلت. طب ورأفت ماله؟ مين هيتعامل معاه؟ مين هيفهمه؟ مين هيفهمه؟ رأفت مصري زيك وزيي ولازم اتحمل قدره بنفسه. لازم. المفتاح. جراسي. اوه اتأسف. لا انا بسحب اعتذاري. اللي صادق جمال بالشكل ده المفروض انه يشكر الظروف ومش يعتذر لها. سينيورا. جراسي. في حجز باسم ديفيد تشارلسون. برانتو الطرد وصل فندق لابروزا. لا لا كمال استلمه من المطار وراح يوصله بنفسه. اوكي اوكي يا فندم. جراتسي. اوه لا مش معقول اكون محظوظ للدرجه دي. متاسفه. من فضلك افتح 115. صدفة تالتة سعيدة فعلا.
ما اوصل روما ما اعملش حاجه خالص، اوصل روما كده وخلاص. هو كده بالظبط. طب انت هتتصلوا بيها ازاي؟ برادر مش يمكن يعني احب اخرج اروح هنا ولا هنا؟ اعمل زي ما انت عاوز. طب افرض مثلا حبيت اني اسهر يعني، ولا مثلا اتصرف بالطريقه اللي تريحك وبشكل طبيعي وسيب الباقي علينا احنا. واذا ما اتصلتوش؟ افرض يعني افرض حصلت ظروف، لو مر 4 ايام على وصولك روما ومحدش اتصل بيك، تركب الطياره وتسافر باريس وتنزل في لوكاندة لاكروا في بوليفار دي جريفال وتنتظر هناك. قد ايه؟ مش اكتر من 24 ساعه. بالشكل ده نقدر نطمن ان مفيش حد كان وراه طول ال3 ايام اللي فاتوا. تقدر تطمن يا فندم، ديفيد ما غابش عن عينينا لحظه واحده، لا في اللوكاندا ولا بره اللوكاندا ولا حتى في التليفون. وايه اخبار شركات السياحه اللي اتصل بيها؟ اسماء الشركات كلها عن سيادتك التقدير يا فندم، وارقام تليفوناتك كمان. عمل شغل معاهم؟ عمل يا فندم مع شركه ارياتك، وان كان اخذ بعض وعود من شركات تانيه. عموما انتوا عارفين خطتنا بكره. تمام يا فندم. مش هوصيكم الحرص البالغ. لا اطمن يا فندم، ما تشيلش هم يا فندم. يا رسالة معاك يا يوسف؟ ايوه يا فندم في جيبي. في حاجة مهمة أوي عايز أأكد عليها. ايه؟ محدش يدخل له الرسالة إلا أنت شخصياً، مش أي حد تاني، تحت أي ظرف مهما كان الظرف ده. لازم نطمن إن مفيش حد معاه في الأوضة. بصراحة يا فندم الراجل ده من ساعة ما وصل لا بات عند حد ولا حد بات عنده. هو ده اللي قلقني. بونجورنو سينيور. بونجورنو. ده افطار 111. سي سينيور. جراتي. مولتي جراتي. مولتي جراتي. مش ناقص حاجة مدام صوفيا؟ لا هايل كده. فاضل 2:45 والايام الاربعة تكمل، ومعنى كده اني لازم اطير النهاردة لباريس وانزل في الكوندة لاكروا في بوليفار دي جريفال. Buongiorno, signor. Buongiorno. Sì, signor. Sì. Grazie. الحمد لله على السلامة يا رفت. بعد ما تقرأ الورقة دي اعدمها فورا. معادنا الساعة 11 في 12 شارع أنطونيو بيلي، الدور الثالث، شقة 3.
المفاجأة هتبقى أحلى كتير لو أنت اللي فتحت له. معقولة ده كمان؟ يا حبيبتي هبص. يعني ده كل اللي حصل؟ ده كل اللي حصل من ساعة ما وصلت تل أبيب لحد ما خدت الطيارة علشان أجي هنا. تعبت يا رفض؟ شوف يا محسن بيه، أنا أول ما حطيت رجلي في المركب اللي رايحة إسرائيل حسبت الحسبة، وقلت لنفسي خصوصا بعد ما كشفت علاقة عزرة بالضابط بتاع المركب وسمعتهم وعرفت إنهم لسه بيشكوا فيا، قلت لنفسي يا ده إذا كانت العملية خسرانة خسرانة، وإذا كانوا كشفوني يبقى أموت وأنا حاطط رجل على رجل بدل ما يشمتوا فيا. لا بس برافو عليك. الغريب بقى إن يوسف الأزرع ما عادش يسأل عني إلا إذا كان في شغله وبس، لأنهم خلاص اطمنوا لك. تفتكروا يعني إنه من الموساد؟ ده عايز السؤال؟ وشرين أهروني؟ المعلومات اللي عندنا بتأكد إنها عضو نشط في الهستدرويد. بس على العموم الحذر واجب مع كل بني آدم في إسرائيل. بس مش ده قصدي. عايز تقول يا رب؟ أصل أنا مصدقها يا محسن بيه، بس لاحظ إنها إسرائيلية. يعني إستر بولينسكي هي اللي وصلتك المطار؟ أيوة، بس والله العظيم تلاتة ما حصل حاجة. أنا متأكد. أمال سعادتك بتبصلي كده ليه؟ عشان ما يحصلش. أيوة بس ده خطيبها في رئاسة الأركان. لا، مش مطلوب منك دلوقتي غير الاهتمام بالشركة وبس يا محسن. كل اللي عايزينه منك إنك تدعم مركزك في المجتمع الإسرائيلي. واللي أنا بسمعه ده إشاعات؟ ممكن يكون بعضها صحيح، ممكن يكون بعضها صرصرة، حتى صحيح منها ما يستاهلش إنك تغامر. إيه اللي بيضحكك؟ أصل إيه؟ كنت فاكر نفسي يعني جايب الديب من ديله. أنت فعلا هتجيب الديب من ديله، بس كل شيء في وقته. أيوه، أنتوا ما عندكوش فكرة أنا بيعاملوني إزاي في إسرائيل دلوقتي. ولو يا محسن بيدي الأخبار بتجيني لحد عندي من غير ما اديها ظهرك وامشي. مش عايز فلوس دلوقتي؟ لا طبعا. عايز تقول حاجة؟ كنت عاوز أسأل عن أخبار الخواجة سامحون. هو بيستعد دلوقتي عشان يسيب مصر. هيروح فين؟ غالبا فرنسا. المعلومات دي اكيدة؟ عايز تقول يا رف؟ اصل لو الامور مشيت بالشكل ده يبقى اكيد هحتاج فلوس، واذا اخدت منكم فلوس لازم احاول طبعا اني اخدتها من الخواجة سامحون. علشان كده طبعا انا يهمني اعرف اخبار الخواجة سامحون، ايه عمل، ايه راح فين، عشان يعني ما تحصلش غلطة كده ولا كده. ثم كمل يا رفض. كنت بفكر يعني اني ابعت جواب للخواجة سامحون من باريس. وليه ما تبعتش من هنا؟ يعني حضرتك موافق؟ خد دول. ايه دول؟ دول الكارتين كنت اشتريتهم عشان ابعتهم لمصر. طب وال ابعت واحد لشارل سامحون، وافتكر من الذوق انك تبعت التاني لماجي. اما تروح فرنسا اكتب لهم من هناك. انت ما بتنساش حاجة ابدا؟ مصر بتديني مرتبي على كده يا رفض. يا بخت مصر باللي زيك يا محسن بيه. انما انت ليه سبتني بقى انتظر الاربع ايام بحالهم يا مصطفى بيه؟ علشان اطمئن انك في امان وان مفيش حد وراك. ايوه ده انا كنت خلاص حضرت الشنطه عشان ده كان هيبقى غلط. غلط ازاي يا محسن بيه؟ ده كان فاضل 45 دقيقه ان شاء الله يكون فاضل دقيقه واحده. كان لازم تستنى لغايه ما تخلص وبعدين تحضر الشنطه. مش جاهز الجرسون اللي جاب لك الفطار شافك وانت بتحضرها؟ طب ودي فيها ايه دي؟ طب مش هتسافر الليله؟ يقول ايه؟ فاتتني دي.
ما حدش عايز يشرب شاي. وعلى ايه بقى؟ الريق الناشف حلو برضه. ما قلت ليه شرافت على ايه يا ابو حسين بيه؟ مين بقى يا سيدي اللي كنت بتتعشى معايا في ال ليليان فريدمان؟ والله العظيم ما حصل حاجه. وبعدين انا عارف انكم بعتولي وحذرتوني منها. يبقى لازم تبعد عنها تماما. ايوه يا محسن بيه، بس مش على طول كده علشان ما تشكش. بعدين حرام يا ناس، والله يا حرام. انا بني ادم من لحم ودم. ما لقيتش غير ليليان فريدمان يا رفض. ايوه مصطفى بيه، اصلك انت ما تعرفش انا عايش ازاي في اسرائيل. انا ما بقاش في حياتي غير حاجه واحده بس، لا رافض. غلط رافض، عيب رافض. محسن بيقال، مصطفى بيأكد. اوعى، خلي بالك، اوعى تنسى. حتى وانا هنا في ايطاليا عمال اتخانق مع نفسي ليل مع نهار، لاني عارف انكم هنا، وخايف لا تزعلوا مني. يعني ما سألتنيش عن شريف؟ خايف ده حتى جوزها ترقى وبقى بكباشي دلوقتي. والله يعني ممكن ينفع دلوقتي يبقى رئيس جمهورية. بس ما ينفعش يبقى جمال عبد الناصر. أنا بسمعهم في إذاعة إسرائيل ما بيقولوش عليه غير البكباشي. مناسبة طارق داخل المدرسة. وهي يا محسنين؟ هي شريفة أخبارها إيه؟ بوم. يعني ممكن أنا أبعت لها جواب؟ بلاش دلوقتي يا رفض، كل شيء وله وقته. الشاي يا ترى هقعد القعده دي مره تانيه ولا لا؟ هاي مالك اسم؟ بعيد عنه. لا مونيكا، انا ما عنديش سعاده اتكلم ولا احكي ولا ناقش حاجه، من فضلك سيبيني في حالي. اتخانقتي مع اورلو تاني؟ مش معنى اورلو يعني؟ عشان ديفيد مسافر. طبعا هو يسافر علشان يتفسح في ايطاليا وفرنسا ويروح للبنات بتوعه هنا وهناك، وسايبني انا في المشاكل اللي في الشركه لوحدي، ومع بني ادم مش عارف راسه من رجليه. من الصبح لحد دلوقتي مشاكل مع العملاء ومع الشركات والمتعهدين والاتوبيسات والافواج، وكل حاجه على راسي، وعليا اني اكون موظفه وسكرتيره ومدير مكتب ويمكن ساعي كمان. وفين اورلو؟ انا مش عارفه البني ادم ده عايش ازاي وعايش ليه. كل ما اساله على حاجه ولا عقد اخد رايه فيه يقول لي ده من اختصاص ادون سامحون استر، خليه لما يجي ديفيد من فضلك. يا عزيزتي انت تعرفي عن الفوق اكتر من اللي انا اعرفه. وحشك للدرجاتي؟ قوي مونيكا، قوي وحشني قوي. من يوم ما سافر وسابني وانا عندي احساس بانه راح مونيكا ومش راجع تاني. شوف وشك بخير يا رفض. اشوفكم بخير. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.